ومعنا هاتفيا من اسلام اباد وزير المواصلات الباكستاني السابق دكتور عبد الكريم بخش. مرحبا بك دكتور عبد الكريم. اذا في ظل اعتقال السلطات الهنديه اكثر من 4000 شخص منذ الغاء الحكم الذاتي، الى اي مدى ترى ان الهند تريد التصعيد في ملف كشمير؟ وعليكم السلام ورحمه الله، اشكركم قناتكم، الله يحفظكم ويجزاكم خير. حياك الله. بالنسبه للقضيه الكشميريه كما ذكرتم، يعني من يوم أضافت الحكومة الهندية يعني الكشمير المحتلة مع الهند أو ألغت حكمها الذاتي، فمن ذلك اليوم إلى يومنا هذا في كشمير المحتلة حظر التجول، وأيضا مظاهرات مستمرة، وفيها أيضا نقص في الطعام ونقص في الأدوية، والشعب الكشميري يعني في مأساة شديدة جدا، يعني يقتلون ويذبحون والعالم ساكت عليهم. نعم. يعني بالذات الإعلام العالمي والعالم والدول الكبيرة يعني ليست مهتمة بهذا الموضوع، وساكت على قتل وتشريد المسلمين هناك. نعم. لأنها منطقة إسلامية، والذين يقتلون ويسجنون ويضربون ويعذبون هم أبناء الإسلام. فلأجل ذلك المأساة كبيرة والظلم هناك شديد، وأيضا ما خلوهم أهل كشمير يوم العيد عيد الأضحى يعني شعيرة الإسلام ينفذونها، يضحون بأضاحيهم، منعوهم عن الأضحية، ومنعوهم عن صلاة العيد الأضحى، أيضا في هذا السياق دكتور عبد الكريم. منذ أيام هدد رئيس الوزراء الباكستاني بحرب نووية، كيف تقرأ هذا التهديد وفي أي إطار تضعه؟ والله يعني أنا أقرأ هذا التهديد يعني بالعكس، أنا أتأمل أو أرجو أن تتحمل حكومة باكستان الموجودة هذه المسؤولية. نعم. ولا تقف فقط على التصريحات أو على التصريحات بالتويتر أو على يعني التصريحات في الإعلام، بل تقوموا بعمل لمساعدة إخوانهم في كشمير المحتلة، يعني لوقف دمائهم ولوقف أيضا اضطهادهم. المفروض الحكومة الباكستانية تقوم بأكثر من هذا، ليس فقط بالكلام، والشعب الباكستاني كله خرج في تأييد الشعب الكشميري. قبل يومين يوم الجمعة كانت باكستان كلها اكتظت بالمظاهرات في تأييد الكشميريين وضد واستنكار الظلم التي تقوم به حكومة مودي المتطرفة. سياسيا باكستان أعلن استعدادها للحوار مع الهند إذا أنهت التوتر في كشمير، هل تعتقد أن الهند يمكن أن تجلس للتفاوض بشأن قضية كشمير؟ أنا في رأيي أن اللعبة التي سارت يعني بين أمريكا والهند، اتفقوا على بيع هذه المنطقة، ولهم مصالح مثل ما ذكرتم ضد الصين وصراع في هذه المنطقة. نعم. يعني الانتظار أو دعوة حل القضية بالحوار هذا ليس وقته. نعم. هذا مضى وقته. يعني الآن الهند التي كانت تريد تفعل من الاعتداء عملت، ومن الطرف الثاني فقط الآن دعوات للحوار أو تهديدات باللسان ما تكفي هذه. طيب. هذا ليس هو أداء الواجب،
على باكستان على باكستان أن تقوم بعمل فعلي لمساعدة إخوانهم الكشميريين. شكرا جزيلا لك مثل أباد وزير المواصلات الباكستاني السابق دكتور عبد الكريم بخش.